لو الحكايه فيها ان فيجو ازاي بتوفر في الشتاء فلوس؟ والله هو في الوقت اللي احنا فيه ده موضوع التوفير ده سواء في الشتاء او في الصيف موضوع صعب. تمام. بس الواحد على قد ما بيقدر بيحاول مثلا لبس الشتاء. تمام. تحاول ما تشتريش كتير، تحاول تستخدم اللي انت تلبسه السنه اللي فاتت او تمشي حالك بيه. تمام. بس هو موضوع التوفير موضوع شائك يعني مش سهل. تمام. طب ايه الحاجات اللي تقدر تستغنى عنها عشان توفر؟ الشتاء؟ تقريبا دلوقتي الحاجات الاساسيه بس اللي بتشتريها. تمام. زي ايه مثلا الحاجات اللي بتستغنى عنها؟ زي ايه مثلا؟ اديني نموذج كده. اللي اقدر استغنى ولا ما استغناش؟ اللي تقدر تستغنى عنها عشان توفر. حاجات تقدر تستغنى عشان توفر. شنطه فلوس الوصول مثلا. تمام. بس طبعا انما كل حاجه انت بتشتريها اكيد محتاجها يعني. لا سواء في الشتاء او في الصيف مش المشكله في كده. اقدر اوفر بصفه عامه بان انا مثلا ما بجيبش او ما بشتريش غير الحاجات الضروريه. تمام. يعني لما انا ابقى مضطر ان انا اشتري الحاجه الفلانيه بجيبها. انما لو عندي ما يكفيني. تمام. خلاص. طب ايه الحاجات اللي تقدر تستغنى عنها عشان توفر بقى في الشتاء تحديدا؟ بالنسبه حاجات زي ايه؟ بتتكلم على الملابس، بتتكلم على الاكل، بتتكلم عام عموما. زي ما قلت معليك يبقى في نفس النطاق برضو. انا ما بشتريش او ما بجيبش غير حاجه يعني مثلا في الملابس الحاجه اللي تلزمني. انما لو مثلا عندي مثلا جاكيت او جاكيت تاني ببدل فيه، طب انا عايز ايه تاني يعني؟ ايه المطلوب تاني على اكتر من كده؟ طب بالنسبه للاكل مثلا نفس الوضع برضو. لا هو احنا عايشين نعيشه، بنعيش عشان ناكل ولا بناكل عشان نعيش؟ الحاجه الضروريه للانسان حتى حاجه صحيه يعني. والله يا بيه لا ينفع توفير في الشتاء ولا صيف. تمام. الناس ماشيه بتكلم نفسها في الشارع، كل حاجه غاليه. ايه الفرق بين الصيف والشتاء؟ ما هو الواحد بيتغدى بياكل 3 طقات في اليوم، هتوفر ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي بتستخدمها في الشتاء وتقدر تستغنى عنها عشان توفر؟ اللبس. الصيف بتبقى لابس لبس خفيف، في الشتاء بيتقل. مفيش حد بيستغنى عن اللبس طبعا في الشتاء، لان الجو اساسا رصاص في الشتاء. في حاجات معينه حضرتك بتقدر تستغنى عنها في الشتاء عشان توفر فلوس؟ حاجات معينه؟ لا مفيش طبعا. الميه. الصيف بتشرب ميه كتير، في الشتاء بتشربش ميه، ميه قليله في الشتاء. حاجه بتوفرها، حاجه بتستغنى عنها عشان توفر لك فلوس مثلا في الاكل او اللبس؟ ما هو اللبس يا بيه يعني يعني ازاي حضرتك يعني في الصيف بتوفر في اللبس. طب في الشتاء؟ في الشتاء بتتقل. اللبس بيبقى اكتر في الشتاء. الصيف بيبقى لبسك خفيف، الشتاء بيبقى لبسك تقيل. هو في الشتاء عامة مفيش حد بيوفر، كل زي ما انت عارف بقى معظمها بتفضل نظام اكل وكده، انت عارف ان نظام الشغل بيبقى في شغل بيومي وفي شغل بالشهر، يعني مرتب بالشهر ومرتب بيومي. انا بقبض بالشهر، بس انا قبل ما بقبض ببقى اكون واخد الفلوس بتاعت المرتب كلها اصلا كصرفه، عشان اجيب لبس، عشان اجيب حاجه انا محتاجها كده يعني. طب مفيش توفير اصلا. ايه الحاجات اللي تقدر تستغنى عنها عشان توفر في الشتاء؟ الحاجات اللي انا استغنى عنها في الشتاء ان انا اجي على نفسي شويه، مثلا ابقى محتاج جاكيت اجل الشهر اللي بعد اللي جاي مثلا، بكون محتاج الفلوس دي للناس اهم مني وكده يعني.